تكنوز تكنوز في تكنوز لليوم باش نحكي على براءة الاختراع اللي تحصلت عليها شركة أبل لتقنية جديدة تسمح التحكم بأجهزة الآيفون عن بعد دون الحاجة إلى لمس الشاشة. أكدت أبل في مستندات التقنية الجديدة أن العملية هذه ممكنة من خلال مستشعرات تحاول متابعة حركة ومكان الأصبع فوق الشاشة. باش يقوم الجهاز بالاستجابة بناء على الحركة والإيماءات المعرفة اللي يقوم بها المستخدم بأصابع اليد. هكا بعد جديد في طريقة التعامل مع هواتف الآيفون، فإلى جانب التحكم بالجهاز من خلال الشاشات اللي تعمل باللمس وخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد والمساعد الشخصي سيري اللي يعمل بالأوامر الصوتية، من الممكن أن تتوفر طريقة رابعة للتحكم بالجهاز عن بعد. وقالت أبل أن الدمج بين الشاشة اللي تعمل باللمس والمستشعرات الجديدة يفتح آفاق جديد في هذا النوع من الأجهزة، ويضيف خيار جديد لإدخال البيانات والتعامل مع النوافذ والأزرار داخل النظام. كما أكدت الشركة أن هذه التقنية ستعتمد على نفس الدارات الكهربائية الموجودة مسبقاً داخل الأجهزة الحالية، وبالتالي ما فماش باش تكون مكونات جديدة أو تكلفة إضافية. أشارت أبل أن التقنية الجديدة داخل أجهزة الآيفون ممكن يتم تضمينها داخل حواسيب الآيباد اللوحية وحواسيب ماكبوك المحمولة. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز.